كلنا بنتابع بشكل يومي حالة التفاعل والدعوة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار سياسي شامل في اهتمام كبير من القوى السياسية وكل طوائف المجتمع المصري بمكوناته الاجتماعية والحزبية، طبعاً الشباب والنقابات والمجتمع المدني، كله مرحب بالمشاركة وكله متفاعل مع القضايا اللي هيتم طرحها على مائدة الحوار. وعشان كده من الأكاديمية الوطنية للتدريب قالت امبارح إنها تلقت عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من كل الجهات والفئات، وكمان من المؤسسات والشخصيات العامة والمواطنين وغيرهم، وإنها كمان فتح باب المشاركة لكل المصريين اللي عايزين يشاركوا أو حتى يقدموا أفكار ومقترحات للحوار الوطني منها. أكيد الأكاديمية الوطنية قالت بشكل واضح إنها حتدير الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، وإنها كمان شغالة على فكرة توسيع قاعدة المشاركة من خلال إنها تدعو كل ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته وبكل مؤسساته، ده غير إن كمان هيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية اللي هيكون فيها عدد كبير من الخبراء والشخصيات العامة علشان تجمع المقترحات وتعرضها للحوار، وإنها كمان تحط رؤية موحدة من كل القوى اللي هتكون مشاركة في الحوار. وبكده تكون كل المؤشرات لحد دلوقتي بتقول إننا ماشيين في المسار الصحيح، وإننا هنكون أمام حوار وطني جاد وفعال يناسب طموحاتنا كمصريين، ويكون كمان معبر بشكل كبير عن الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.